نعم، هنالك عمليات خطف وقتل وحصلت كثيره منذ صح. العام 2006 الى الان، ومسجله هذه، ومثل ما تفضل الدكتور انه هي معترف بها من قبل الحكومه العراقيه، لكن هي في الغالب في بعضها هي عمليات، الاغلبيه يعني هي عمليات ارهابيه استهدفت الصحفيين مثل ما استهدفت المواطن العراقي الاخر. يعني مو استهداف مباشر كصحافه، يعني وانما عمليات ارهابيه. هم عمليات ارهابيه اوكي يعني، بس ايضا كانت استهداف مباشر لصحفيين، لكن اكو عمليات لربما ما تسجل على، لربما تكون جنائيه الى الان التحقيق جاري بها. احنا كنا نتمنى يكون الدكتور سعد معنا ويانا حتى يتكلم عن هذا الموضوع. مع المعايير الاخرى اللي عندنا في هيئه الاعلام والاتصالات، انه هذا الفضاء المفتوح الان في العراق، هذه الكم من المؤسسات الاعلاميه، اذاعات وقنوات تلفزيونيه، عندنا ما يقارب ال 150 اذاعه في العراق، عندنا ما يقارب الى 50 قناة فضائية في العراق، مكاتب القنوات الفضائية العالمية، مكاتب الوكالات العالمية، صحف عالمية موجودة في العراق كلها. يعني واقعا هي الوضع العراقي أو الأجواء العراقية بالأخبار بها تكون أخبار دسمة، فلهذا كل صح. المؤسسات. لكن أيضا هو هذا أيضا ممكن نعتبره أنه هذا فتفسحة من مجال الحرية اللي منحتها القوانين العراقية، وأيضا منحتها أطر تنظيم الإعلام في العراق اللي تنظم هيئة الإعلام والاتصالات، اللي يستند على المادة 38 من الدستور عن حرية التعبير، والمادة 19 من القانون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأيضا المادة 19 من العهد الدولي لحقوق الإنسان. طيب، هذه تمنح حرية للصحفي أنه أو الإعلامي أنه يتكلم، أو المؤسسة الإعلامية تأخذ فضاء أوسع حتى تتكلم به. لكن واقعا احنا وشاهدنا وانتقدنا، وايضا الهيئه صدرت بيانات عده لما تعرض الى بعض المؤسسات او الصحفيين والاعلاميين من تهديدات، من عمليات قتل. لهذا ذهبت الهيئه بالتعاون مع اليونسكو، حقيقه الدكتور ضياء خير ممثل للعراق في هذه المنظمات الدوليه، عده مشاريع طرحها. احنا واقعا الهيئه مفتوحه ابوابها، والرجل يعني رئيس الجهه التنفيذي للهيئه الدكتور علي الخويلدي دائما يعني يقول اي مشروع يجي من الدكتور ضياء نتكلمها بالفصيح، اي مشروع يجي من الدكتور ضياء راح ارجع للمشاريع، خلي يكون الابواب مفتوحه له وتعاون وياه، ومن هذا الباب انطلقنا مع الدكتور ضياء. راح ارجع للاستاذ حسين، المشاريع هاي المهمه اللي انا اعرف موضوع الورش اللي سويتوها، تعزيز ثقه مع رجل الامن.